المرة الجاية تخبي جدا عشان استحقاقي الأخير ومن كل الخطوات دي خلاص مش بقت بابا يتأخر خالص. ليه الناس ما نزلوش ايه؟ والله هو الناس معذورين في بعض الشيء يعني لأن الإعلام قصر جامد في موضوع الانتخابات وتعريف الناس بالمرشحين. يعني إحنا قعدنا نبحث عن المرشحين بتوعنا في النت، نسأل وندور عشان نعرف المرشح ده عمل إيه أو ممكن يعمل إيه أو تابع لأي حزب أو تابع لأي جهة، وهل يا ترى هينفعني ولا هيضرني. طبعا في حاجات كتير كان لازم الإعلام يقطع عليها الضوء. يعني الإعلام السبب طبعا مقصر تقصير كبير جدا.